أصدقائي الحلوين، النهاردة هنبدأ درس جميل جدا وسهل، والدرس بعنوان الآحاد والعشرات. العشر جنيهات. دلوقتي يا أصدقائي هنتكلم على 10 جنيه. دلوقتي عندنا مجموعة فيها 10 جنيه ومجموعة فيها 10 جنيهات مفكوكين. يعني لو ماما جات ادت لنا 10 جنيه وقالت لنا فكوا دي من عمو البقال، هيدينا 10 جنيه، يعني هيديني جنيه واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة وعشرة، بقى معايا 10 جنيهات. يبقى كده يا أصدقائي الفرق ما بين الخانتين دولت إن دي 10 مجمدة والتانية 10 مفكوكة. أكمل. 3 جنيهات وواحد من فئة 10 جنيهات تقرأ. تعالوا نشوف الرسمة الأول. في عندي 1 2 3 وعندي 10 جنيه. دلوقتي يا أصدقائي لو أنا عندي 10 وعندي 3 جنيه هتتنطق كام؟ 13. طب تعالوا نحطهم كده في بيت واحد، هنحط 1 2 3 جنيه ونحط 10 جنيه معاهم في البيت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دلوقتي يا أصدقائي بقى معايا 13 جنيه، لأن 10 زائد 3 بتساوي 13 جنيه. أكمل. عندي 5 جنيهات واتنين ورقة فئة 10 جنيهات تقرأ. تعالوا نشوف الرسمة. في 1 2 3 4 5 وعندي 10 اللي قدامي. لو احنا قلنا 20 زائد 5 هتبقى كام؟ 16. 25 جنيه. يبقى 5 جنيهات واتنين ورقة فئة 10 جنيهات تقرأ 25 جنيه. أكمل. عندي 2 جنيهات وتلات ورقات فئة 10 جنيهات تقرأ. عندي 1 2 2 جنيه وتلات ورقات من 10 جنيه هيبقى معايا كام؟ 30 زائد 2 بتساوي كام؟ 32 جنيه. يبقى 2 جنيهات وتلاتة ورقة فئة 10 جنيهات تقرأ 32 جنيه. أكمل. عندي 0 جنيهات وأربع ورقات فئة 10 جنيهات تقرأ. احنا قلنا لما نيجي نقول صفر هتبقى الخانة ايه؟ فاضية. يبقى دلوقتي اللي محسوب قدامي 4، هيبقى معايا كده 40 جنيه، لأن 10 زائد 10 بتساوي 20، وعشرة زائد 10 بتساوي برضو 20. لما نيجي نحط 20 والـ20 في بيت واحد هتبقى 40 جنيه. أكمل. 4 جنيهات و7 عشرات هيبقوا كام؟ و8 جنيهات و3 عشرات هيبقوا كام؟ و9 عشرات وجنيه واحد هيبقى كام؟ دلوقتي هيبقى معايا 74 جنيه. ليه؟ لأن 4 زائد 70 بتساوي 74 جنيه. طيب 8 جنيهات وتلات عشرات هيبقى معايا 38 جنيه. ليه؟ لأن 8 زائد 30 بيساوي 38 جنيه، و9 عشرات وجنيه واحد هيبقى معايا 91 جنيه، لأن 1 زائد 90 هيبقى معايا 91 جنيه. أكمل. عندي 1 2 3 4 5 5 أحاد 10 واحد، يعني معايا 5 أحاد و10 واحد.
يبقى كام؟ 5 زائد 10. هنجمع الكور الخضراء اللي هي الآحاد مع الكور العشرة اللي هي العشرات اللي لونها بنفسجي، هيدونا 15. يبقى 5 زائد 10 بتساوي 15. طب عندنا 1 2 3، 3 آحاد و2 عشرات. يعني ايه يا اصدقائي 2 عشرات؟ يعني عمود فيه 5، يعني عمود فيه 5 كرات وعمود فيه 5 كرات، هيبقوا كام؟ شطار، هيبقوا 10. يبقى 2 عشرات، يعني 5 و5، 5 يا أصدقائي من العشرات. يبقى 3 وكمان 2 عشرات. معايا يا أصدقائي 3 من الآحاد و2 من العشرات، يعني معايا 10 و10، هيبقوا كام؟ هنقول 3 زائد 20 بيساوي 23 جنيه، أو 23 كورة. تلاتة أحاد زائد 5 عشرات هتبقى كام؟ و8 أحاد زائد 10 واحدة هتبقى كام؟ و9 أحاد زائد 10 2، و4 أحاد زائد 7 عشرات، و6 أحاد زائد 6 عشرات، و1 زائد 3 عشرات. 3 أحاد زائد 5 عشرات هتبقى 53 جنيه، لأن 3 زائد 50 بتساوي 53 جنيه. و8 أحاد زائد 10 واحدة هيبقى 18 جنيه، لأن 8 زائد 1، لأن 8 زائد 10 بتساوي 18 جنيه. و9 أحاد زائد 10 2 هتبقى 29 جنيه، علشان 9 زائد 20 بتساوي 29 جنيه. و4 أحاد و7 عشرات هتبقى 74 جنيه، لأن 4 زائد 70 بتساوي 74 جنيه. و6 أحاد و6 عشرات بتساوي 66 جنيه، لأن 60 زائد 60 بتساوي 66. و1 زائد 3 عشرات هتبقى كام؟ 31 جنيه، لأن 1 زائد 30 بتساوي 30 جنيه. صل البطاقات التي تحمل نفس العدد. 3 أحاد و10 2، شطار، عندي 3 زائد 20 بتساوي 23، والاثنين زائد 3 عشرات هيبقى 32. ليه؟ لأن 2 زائد 30 بيساوي 32 جنيه. أرجو يا أصدقائي إن أنتوا تكونوا استمتعتوا بدرس النهاردة مع نفهم نتعلم ببساطة.